بسم الآب والابن والروح القدس الإله واحد آمين. يوم الأحد بالنسبة لنا في الكنيسة، الكنيسة تعمل لنا عيد. كلمة عيد العالم ما يعرفوش غير إن هو كل سنة، إنما الكنيسة بتاعتنا تعمل لنا عيد كل سنة، تعمل لنا عيد كل شهر، تعمل لنا عيد كل أسبوع، كمان في عيد كل يوم. خلينا النهاردة في يوم الأحد اللي هو يوم العيد، الكنيسة بتعمل لنا عيد أسبوعي هو يوم الأحد، وتيجي تعلمنا في القراءات بتاعتنا تعلمنا كده هو زي كورس تديهولنا في أيام الأحد. يعني نيجي مثلا في الصوم الكبير كل يوم حد تدينا موضوع، ولما نجمع كل المواضيع بتاعة الأحد دي نلاقيها موضوع كله كده مكثف، الكنيسة عاوزة تعلمنا حاجة في فترة الصوم. نفس الحكاية بالنسبة للتماثيل، كل يوم حد موضوع، يجي لنا مثلا شهر بابا يكلمنا عن موضوع، شهر توت يكلمنا عن موضوع، شهر كياح يكلمنا عن موضوع، وهكذا. احنا النهارده في شهر بقونا. لو قسمنا شهور السنه كده اهو، الكنيسه قسمتهم لنا ثلاث اقسام. والثلاث اقسام دول يوم الاحد تحكي لنا عن عمل الثالوث القدوس. في الثلاث اقسام دول. وعمل الثالوث القدوس احنا بنقولها في جمله كده اهو واحنا عاوزينها يمكن ما ناخدش بالنا منها. عمل الثالوث القدوس هو ايه؟ هو محبه الله الاب ونعمه الابن الوحيد وشركه الروح القدس. ده عمل الثالوث، محبه الاب ونعمه الابن وشركه وموهبه الروح القدس، هو ده عمل الثالوث القدوس. وتيجي الكنيسه في شهر التوت بابا هتور في الثلاث شهور الاولانيين تكلمنا عن محبه الاب. في الثلاث شهور اللي وراهم بعد طول بابا هتور اللي حافظ كياح طوبة أبشير تكلمنا عن نعمة الاب، نعمة المسيح. الثلاث شهور اللي بعديهم طول بابا هتور كياح طوبة أبشير برمات برمودة بشانس، الثلاثة دول هنطلعهم من الوسط، دول بيطلعوا في الصوم الكبير وفي الكماسين فنطلعهم من الوسط. برمات برمودة بشانس لأن ليهم مواضيع خاصة بيهم زي ما قلت لكم. برمهار برمودا بشانس، بعديهم بقونا أبيب مصر والشهر الصغير، ودي اتكلمنا فيها عن شركة وموهبة الروح القدس. فإحنا النهارده في شهر بقونا، شهر بقونا ده في القسم الثالث بيكلمنا عن عمل الروح القدس. عمل الروح القدس وسلطانه. اللي حضر معانا عشية امبارح يلاقينا بنقرأ مثلا شفاء المسيح لحماد سمعان في الإنجيل. حماد سمعان كانت مريضه والمسيح ايه؟ والمسيح شفاها، شفاء امراض الجسد. انجيل القداس النهارده بيتكلم عن شفاء المفلوج. المسيح مش شفاه بس من مرض الجسد، قال له كمان مغفوره لك خطاياك فشفاه من مرض الروح. فمرض الروح ومرض الجسد، فده سلطان الروح القدس في الشفاء. طب تقول لي ده المسيح هو اللي شفى مش الروح القدس. نقول ايه؟ نقول قاعده حلوه كده تحفظوها عشان ما نلخبطش بين الاب والابن والروح القدس. واحد يقول لك هم واحد ولا هم ثلاثه ولا هم ايه؟ عندنا قاعده كده نحفظها، جمله كده نقول كل شيء يفعله الاب يفعله بالابن يفعله في الروح القدس. كل حاجه يعملها الاب يعملها بالابن يعملها ايه؟ في الروح القدس. الفرق طبعا زي الانسان كده، انت مثلا فيك عقل وفيك روح وفيك جسد. لما تحب تصلي مين اللي بيصلي؟ الروح بتصلي لكن العقل بيكون حاضر. بولس الرسول يقول اصلي بروحي واصلي بذهني. هل انتوا اثنين ولا واحد؟ واحد، ولكن لازم يكون في ده مع ده متفقين مع بعض. احيانا احنا نشد في الصلاه بس دي بتحصل معانا عشان احنا بني ادمين، انما مع المسيح مفيش كده. هو الاب والابن والروح القدس فكر واحد. يقول كل ما يراه الابن كل ما يراه الاب فاعلا يفعله الابن ايه؟ ايضا. معناها ان هو الاب يعمل حاجه الابن يعمل زيه بالظبط، الاب يريد حاجه الابن يعمل زيه بالظبط، يريد نفس الاراده. الله اللاهوت ما فيهوش الارادات المختلفه، احنا فينا الارادات المختلفه. فعايز تصلي روحك بتصلي، عقلك بتصلي، في نفس الوقت كمان ممكن جسمك يركع في ركوع، فتصلي بالجسم وتصلي بالذهن وتصلي بالروح. فكل شيء قولوا معايا يفعله الاب بالابن في الروح القدس. ثاني يفعله ايه؟ الاب بالابن في
في الروح القدس. ده كلام قاله معلمنا أثناسيوس الرسولي، كل شيء يفعله الله خلال الابن أو خلال الكلمة في الروح القدس. عاوزكم تاخدوا بالكم من القراءات اللي بتتقري. يمكن احنا بنقول الكلمة أو الوعظة بعد الإنجيل بعد ما تكون القراءات عدت ويمكن نسيناها. عشان كده بنقول الكلمة الألماني بعد الإنجيل الألماني على طول عشان ما تتنسيش. تلاقي فيه ترابط في الرسائل، البولس والكاثوليكون والبراكسيس كلهم بيتكلموا عن الموضوع الواحد اللي هو سلطان الروح القدس. فتبص مثلا في البولس، يكلمنا بولس الرسول في رسالته الأولى لكورنثوس. احنا بنتكلم عن سلطان الروح القدس. وخدوا بالكم في الثلاث رسائل بنتكلم عن الروح القدس كروح الحكمة والفهم وروح القداسة والطهارة وروح السلطان. فبولس الرسول يكلمنا عن الروح القدس كروح الحكمة والفهم ويقول لك ايه؟ نتكلم بحكمة بين الكاملين. لكن بحكمة ليست من هذا الدهر. الحكمة اللي بيتكلم بيها بولس الرسول مش من هذا العالم، ما يفهمهاش العالم. بحكمة ليست من هذا الدهر ولا من عظماء هذا الدهر الذين يبطلون، بل نتكلم بحكمة الله في سر الحكمة المكتومة التي سبق الله فعينها قبل الدهور لمجدنا. الحكمة اللي بيتكلم عنها بولس الرسول أو اللي يتكلم بيها بولس الرسول العالم ما يفهمهاش. مفهوم الحكمة عندنا إحنا كأولاد المسيح يختلف عن مفهوم الحكمة في العالم. ممكن مفهوم الحكمة في العالم يكون اللؤ والحواطة واللف والدوران، يقول لك إنسان حكيم. لكن الحكمة اللي من المسيح ما هياش اللف والدوران، ما هياش الحواطة ولا اللؤ ولا المكر، ولكن حكمة العالم بيقول عليها حكمة إيه؟ حكمة شيطانية نفسانية، حاجة مرتبطة بالشيطان وبالنفس، حاجة بالأرض، حاجة أرضية. لكن الحكمة اللي من فوق حكمة سماوية مملوءة أعمال صالحة، مملوءة أعمال صالحة. إنسان حكيم لما توصف واحد حكيم يكون له ثمار صالحة، مش يكون إنسان حكيم يعني بيعرف يطلع من مواقف وبس. لا، إنسان حكيم يعني له ثمار صالحة. يقول بولس الرسول كل اللي بيقوله ده عن الحكمة ده، يقول لك فأعلنه الله لنا نحن بروحه، لأن الروح يبحث كل شيء حتى عمل الله. يقول لك من من الناس يعرف أمور الإنسان إلا روح الإنسان الذي فيه؟ هكذا أيضا أمور الله لا يعرفها أحد إلا روح الله. مين يعرف فكر واحد إلا نفسه؟ حد فينا يقدر يقرأ أفكار التاني؟ محدش يقدر يقرأ أفكار التاني، لكن كل واحد يعرف نفسه. يقول لك هكذا الله. مين يعرف يفحص أعماق الله؟ مين اللي يقدر يقول لنا الله ده إيه هو بالظبط؟ هو روح الله الوحيد. عشان كده إحنا بنلتصق بالأسرار، نلتصق بروح الله عشان يدينا الفهم ده، عشان نفهم الله ده. لما تحتار في حاجة صلي واطلب وقول له يا رب اكشف لي، اكشف لي الحتة دي أنا مش فاهمها. فبولس بيكلمنا عن الروح القدس، موهبة الروح القدس، روح الحكمة وروح الفهم. نيجي في الكاثوليكون معلمنا بطرس الرسول برضه في رسالته الثانية يكلمنا عن روح القداسة والطهارة. يقول لنا عن المسيح أنه وهب لنا المواعيد العظمى والثمينة. ليه؟ لكي تصيروا شركاء الطبيعة الإلهية، هاربين من الفساد الذي في العالم بالشهوة. هاربين من الفساد الذي في العالم بالشهوة. روح قداسة. المسيح جالنا برسالة عشان يدينا القداسة. ويوصينا كده بمعلمنا بطرس الرسول يقول ايه؟ قدموا في إيمانكم فضيلة. الإنسان اللي عنده إيمان لازم يكون عنده ايه؟ فضيلة. واحد مؤمن ينفع ما يبقاش عنده أعمال صالحة؟ طب ازاي؟ مؤمن ازاي؟ فقدموا في إيمانكم ايه؟ فضيلة. ولما تيجي تعمل فضيلة يقول لك الفضيلة يكون فيها معرفة، مش تكون فضيلة بدون معرفة. ودي برضو ترجعنا لروح الحكمة، روح الإفراز، انك انت تميز بين انك انت تعمل خير بحكمة وتعمل خير بدون حكمة. زي مثلا قلنا قبل كده كمثل العطاء، ما يجيش واحد يدي كل أمواله مرة واحدة وأسرته تجوع ما تلاقيش تاكل، ولكن يكون مع الفضيلة بتاعتك يكون في ايه؟ في حكمة أو إفراز. قدموا في إيمانكم فضيلة، وفي الفضيلة معرفة، ويقول لك كمان وفي المعرفة تعففا.
يعني مش أي حاجة تعرفها، مش أي معلومة تعرض عليك تدخل مخك تقتنيها. أحيانا كده الواحد تيجي فكرة بتتقال كده في العالم، الواحد ياخدها عقيدة ويعتقد فيها. أحيانا كده أولادنا مثلا يسمعوا حاجة في المجتمعات العلمية وفي المدارس وفي الكليات، ويسمعوا مثلا إن مفيش الله، والملحدين كتار والذين بلا إله كتار، فتلاقي واحد لو ضعيف يتأثر يقول لك آه فعلا مفيش إله، رغم كل حاجة اتوجدت كده أهو. الفكرة ما ناخدهاش عقيدة، فخلي في المعرفة بتاعتك يكون في تعفف. ويكون في تعفف كمان من ناحية الجسد. في معارف الواحد لما يعرفها يتعب، يقول عليها سليمان الحكيم: من يزداد علما يزداد غما. في معرفة الواحد يقول يا ريتني ما عرفت المعلومة دي، مش كده؟ القديس بطرس الجوري افتكر جم اشتكوا له، كان البابا 117 افتكر، البابا بطرس الجولي كان اسف البابا 109، البابا 109 جم اشتكوا له شكوى معينه كده اهو، رجل ومراته فيها خناقه وكلام كده، في حاجات سريه يعني بين الرجل ومراته. فالقديس البابا بطرس قال يا ريتني ما كنت عرفت الفرق بين دي ودي. في معرفه تتعب الواحد، الواحد فينا يتعفف عن المعرفة دي. ابعد عن المعرفة دي علشان ما تبوظش عفافك وطهارتك. نيجي للبراكسيس. احنا بنتكلم عن ترابط الرسائل مع بعض. البراكسيس يكلمنا عن روح العدالة والسلطة، برضو سلطان الروح القدس اللي هو موهبة الروح القدس أو شركة الروح القدس، ويكلمنا عن سلطان الروح القدس. ما هو الروح القدس ده أصلي ليه مواهب كتيرة، ليه فهم ومعرفة وذكاء وحكمة يديك، ليه طهارة وقداسة يديك، ليه كمان سلطان وليه عدالة. احنا نصلي في القطعة بتاعت الساعة الثالثة ونقول ايه؟ روحا مستقيما روحيا، روح القداسة والعدالة والسلطة. بولس الرسول النهاردة كان داخل هو وبرنابا صاحبه، وبعدين شافوا واحد مقعد في الاسترق، واحد مشلول. ويقول لك ايه؟ لما المقعد ده المشلول ده سمع بولس يوعظ، فراح بولس بص كده لقى فيه استعداد حلو، فبولس قال ايه؟ يقول لنا كده سفر الاعمال: فقال له بصوت عظيم. بصوت عظيم يعني ايه؟ يعني زعق، يعني بسلطان. قال له بصوت عظيم: قم منتصبا على رجليك. فوثب وصار يمشي. ايه السلطان ده؟ ايه القوه دي يا معلمنا بولس الرسول؟ ده موهبه من مواهب الروح القدس. ده لدرجه ان الناس لما شافوا السلطان اللي بيتكلم بيه بولس فكروا ان بولس وبرنابا دول ايه؟ آلهة. وجم جه الكاهن بتاع الاوثان عاوز يذبح ليهم ويقدم ليهم ذبيحه. هو ايه الحكايه؟ اقتنعوا، جالهم قناعه ان الاثنين دول مش بني ادمين، من درجه السلطان والقوه والمعجزه اللي شافوها. وفي الاخر الرسائل دي تتكلل بشفاء، معجزه شفاء الانسان المفلوج. وزي ما قلنا شفاء المفلوج ده من مرض الروح، لما المسيح قال له يا بني مغفوره لك خطاياك، يا بني مغفور لك خطاياك. زي ما قلنا الخطيه هي مرض يصيب الروح، والانسان الباطي الواحد فينا لما يقع في خطيه او يمشي شويه في خطيه يبعد عن المسيح، يقول لك ما استاهلش اصلي، يبعد عن الاسرار، يقول لك انا ما استحقش. شوف المسيح بيقول له ايه؟ يا بني يا مغفوره لك خطاياك. وحط 30,000 خط تحت كلمه يا بني. ده انسان خاطي وعامل خطيه، بيقول له يا بني مغفور لك خطاياك. في اي وقت تيجي للمسيح هتلاقيه يقول لك انت ابني، انت بنتي، مش ممكن اسيبك ولا اودي وشي بعيد عنك، لان المسيح هو الحب مجسم، هو الماده الخام بتاعت الحب. ما يعرفش يكره، اللي يحب ما يعرفش يكره، بيقول المثل كده بالبلدي. فالمسيح هو الماده الخام بتاعت الحب. كمان شفاه من مرض الجسد، وهو لما قال له قم احمل فراشك واذهب الى بيتك. والكنيسه تعلمنا الارتباط بين شفاء النفس وشفاء شفاء الروح وشفاء الجسد. الكنيسه لما تيجي تعمل لنا قنديل، مش بس القنديل اسمه مسحه المرضى، مش بس عشان المرض. يقول لنا معلمنا يعقوب في الاصحاح الخامس، يقول لك امريض احد منكم، لو في حد عيان فيكم، يدعو خصوصا الكنيسه
فيصلوا عليه ويتلوه بزيت باسم الرب. ده اللي احنا بنعمله في القنديل، بس بنعمل حاجه تانية. وصلاه الايمان تشفي المريض والرب يقيمه، وان كان قد فعل خطيه تغفر له. يعني مش بس يقيمه الرب من مرض الجسد، ولكن ان فعل خطيه ايضا تغفر له. فعشان كده في ارتباط بين شفاء الروح وشفاء الجسد. ايه الفايده ان الواحد يكون جسده صحيح وروحه مريضه بعيد عنكم؟ حتى لو اصابتنا مرض في الروح، الواحد فينا يقوم ويتجه للمسيح تاني. ارميا النبي يقول: اليس بلسان في جلعاد؟ ام ليس هناك طبيب؟ كان عندنا واحد في الدير كل ما يعيا علشان يعني يهزر مع الدكاتره، يعني نظرات الدكاتره اللي في الدير، يقول لهم: ما فيش دكتور في الدير، هو الواحد يموت وسطيكم من غير ما حد يسال عليه. فارميا النبي يقول ايه؟ اليس بلسان في جلعاد؟ هو انت عايش في بلد ما فيهاش دواء؟ بلسان دواء. ام ليس هناك طبيب وما فيش دكتور؟ طبعا بيتكلم عن مرض الروح. انت عايش في الكنيسه وانت مش بتستفيد من الطب بتاعها، مش بتستفيد من الاكسفانه الصيدليه بتاعتها. ام ليس هناك طبيب؟ فلماذا لم تعصب بنت شعبي؟ لماذا ليه روحك ونفسك لسه قاعده مجروحه ولسه قاعده بتنزف؟ لماذا لم تعصب؟ ليه ما ربطتهاش؟ ليه ما جيتش لاب اعتراضك وتداوي نفسك؟ اليس بلسان في جلعاد؟ ام ليس هناك طبيب؟ فلماذا لم تعصب بنت شعبي؟ يعطينا الهنا ويمن علينا بشفاء الروح وشفاء الجسد. له كل مجد وكرامه من الان والى الابد امين. نعم الاسبادر في السورس في السهل الباس في السهل الباس امين. اتبس بينك او دويتش. فيرجس ميزا جليندا. فيرهاب جليزن. داس ايفانجيليوم اوس لوكاس. Wer ist dieser Geliebter? Ist der Mensch, der die Sünde ihn besiegt hat und im Bett liegen gelassen hat. Die Sünde ist eine Krankheit des Geistes. Der Mensch, der die Wohltaten nicht gelehrt hat, ist ein kranker Mensch. Im Apophthegmata-Patron steht ein Spruch: Wenn du einen Menschen zu spenden gelehrt hast, hast du eine verdorrte Hand geheilt. Wenn du einen Menschen zu beten und in der Bibel zu lesen gelehrt hast, hast du einen blind geheilt. In dieser Geschichte haben wir drei Beweise über Gottheit Christi. Erstens, Jesus hat Jesus hat die Gedanken der Leute kennen, ohne sie reden. Zweitens, er konnte die Krankheit des Geistes heilen, also die Vergebung der Sünde. Drittens, er konnte die Krankheit des Körpers auch heilen. Und wir haben verwirklicht, dass Jesus die Macht hat, um die Sünden zu vergeben, als er den kranken Mensch befohlen hat, sein Bett zu tragen. Die vier Männer, die Freunde des Gelähmten, waren Vermittler zwischen der gelähmte Mann und Jesus. Als er ihren Glauben sah, sprach er: Jesus hat den gelähmten Mann geheilt durch die Bitte seiner Freunde. Und das war ein Beispiel für die Fürsprache. Du kannst Freunde wie diese Freunde bekommen, und diese Freunde sind die Heiligen, die uns in den Himmel vorausgegangen sind. Sie bitten für dich persönlich von Gott, und Gott gibt dir mehr, als sie gebeten haben.